السلام عليكم، معكم جيهان سعديدي أستاذة الإنجليزية سابقا وفلوجر حاليا. السلام عليكم، معكم لا كاميرا بجوج بكم لا كاميرا باسكو باسكو ما كتهضروا مع البوبليك. هاد الكادر هذا حتى انت كنتي كتشوفي السلام عليكم، معكم جيهان سعديدي أستاذة اللغة الإنجليزية سابقا وفلوجر حاليا. السلام عليكم، معكم جدو مجيد خدام حاليا في بريبوزي على لونتروتيان دي باتيمون و كونساي دي زيكول بوبليك دو ليست دو لونتاريو. وهذه قصتنا على برسول. عاود جوج بكم غتمشي اونشيني غتقولي نن وديري دابا يعاودوا غير هذه قصه على برسول حيت الاولاد داروها مزيانه حيت لو غادي تسحكل نقدروا يلاه فازي غديروا هذه قصه. ناخذ هذاك الجورنال ميترو كنجي للدار نقراه وكان كيبان لي دائما الصوره ديالو جوستين ترودو رئيس الوزراء ديال كندا. اذا صافي لصقات لي صورته في عقلي. الوغ ملي حل الباب واحد لينا الباب عرفتو انا، ماجد ما عرفوش. وانا نقول ليه ماجد واش عرفتي شكون هذا؟ قال لي لا، قلت له ويلي جوستين ترودو رئيس الوزراء. غيحيد الصب غيحيد الصباط. دخل. هذه قطرتك كنتي قلتي واحد الحاجه اللي انا ضحكات لي ملي حليتي وكتقول الناس دخلوا. يلاه شي تعاود من هذا الشيء. لا كنت ندخل شي انا نقول ليه قلت ليه دخل جوج ديال لي كارتكم وواحد المراه دخلوا يقول لي نو بقى يكنوا وساعات عرف بان راه لي كارتكور وهذيك كلكب ولادو قلنا لي نو خلي الرجل خلي الناس يدخلوا حتى ما حنا اللي عارفين عاد حيد الصباط الساعه وخا هذاك صافي عاد الاخرين كاع صوفي صوفي علقه هي دائما كنت انا كنعرفها قبل من كانت جات عندي وكانت شاطي وكنهضروا انا وياها في التليفون ما عرفهاش انا من رئيس الوزراء كنهضر معها لان بنتها كتقرا مع بنتي في ليكول سيتو وكنا بجوج حاملين انا بسليم وهي بواحد هذا الوليد الاخر ديالها حتى هي. المهم كنا كنهضروا انا وياها ودائما فيما كنتلاقى معها موديست الى اقصى حد كتعنقني وكتبقى تقول لي راه كنمشيو لماروك زوين كيعجبني المغرب بزاف اللبس ديالكم زوين كتبقى تشكر بزاف يعني تري موديست وكانت كدير البينيفولا على فكره كانت كدير البينيفولا في ليكول اللي كانت بنتها وبنتي كيقراو فيها كانت كدير بينيفولا كوم كدير اليوغا صافي بدا هي هذيك دخل هوايا وانا نمشي عند ولدي وليد كان جالس في بيتو كان عندي تقريبا شي 13 ans كان دائما هو بوحدو شاد عليه الوليد وين عطيتك لي شافيت سي تريدو je dois parler fort juste pour ton mais ça vraiment tu parles normal ok يلا يلا دابا غنشوف شكون غيبدا ياك ready تنقولي نقول shoot غنديرو اوكي rock paper scissors shoot تفضل غنديرو غير مره وحده ثلاثه نورمالمون اوكي غير مره وحده ليتس جو يلا انا اللي غنبدا واخا انا غنقول لك شي كلمه اللي كنستعملوها في الدارجه ديالنا المغربيه وانت غادي تحاولي تقولي لي شنو هي هذيك الكلمه يا اما بالفرنسيه ولا بالانجليزيه اوكي مهراز شنو هي مهراز مخطول لا قربتي مهراز او هذاك اللي كيدير حدا اكزاكتلي برافو الله يحفظك دابا انتي او يا تي بي اتش تبارك الله عليك تبارك الله حبيبتي تبارك الله حبيبتي لا ما عرفتهاش تي بي ايش بالانجلي ما عرفتهاش بحال هكا شناهي تو بي اونست والله ما عرفتها تو بي اونست عندك الصح تبارك الله عليك حبيبتي تبارك الله عليك حبيبتي Les ما تعرفهاش دابا. عملتي عليك. ولا البطانه. 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 البنت. لا. البن قلت لك. عندها علاقه مع الحولي. البطانه. البطانه. اكزاكتلي. او ماي جاد. دغيا كتلقى. انت تعطيها لي بون هاندي. سي فغي؟ اوه سوري. ما خصنيش. نو جات. قولي دابا انت شي. او يا جي كي. I'm joking. جي joking. Just joking. No. حبيت جي جي قلت جي كي. توجور كنقول جي كي. هي المعنى ديال joking. kidding just kidding. هنا لاحظت في هذا الحي هذا اللي غاديين منه هاد الكراجات هادو ولا ما عرفت سميتهم ديال هاد ديال البلاستيك كلشي دايرهم. شتي كي كيبانوا في الحقيقه كيخسروا المنظر في الحقيقه كيخسروا. بوليس هذا بوليس على لا عودان على لي شوفو كيف ما كتشوفوا البوليس على لي شوفو. شتي كلشي دايرهم هنا وفي ديك الزنقه من اللور وفي الحقيقه ما يعني كيخسروا المنظر ياك كيفاش يبان زوين. انا قبل الثلج باش ما يعمرش الهبطه. الهبطه عندك صح الهبطه كتجي ديفيسيل باش تحيد منها الثلج. واحد منهم يخرجوا كيديروا بوتيتر. حنا جينا لبلاصه اخرى نفس الشيء لقيناها كلها عامره بهذوك ما عرفتش شنو نسميهم بحال الكراجات ديال الطوموبيل وفعلا هما دايرينو على قبل السيارات ديالهم كلشي عامر بهذا الشيء كلشي. فين ما مشينا كنلقاو ما عرفتش علاش واش شي حاجه ولات اوبليغاتوار ولا ما عرفتش اللي عندهم سيارات لا ادري. ها هي دي ها هي دي. اهلا وسهلا ومرحبا. حتى انا اول مره غنكتشفها. ها هو الببوش $35 الكيلو. يلا باش نشريه دابا. حسن سيري فحالك سيري. حنا درنا فيه كامل هاد السوبر مارشي هذا لقينا بان الحوت لي بري ديالهم هما اللي كناخذوهم تقريبا بحال اللي كناخذوهم من اوطاوا. الوغ علاش لي ما نخليوش حتى لاوطاوا وباش غير ناخذوه نديوه للكونجيلاتور ما نبقاوش ندورو به. فوالا فينالمون ما خديناش الحوت. نشوف غير لي بخي هنايا ديال هادشي ونشوف الا لقيت شي حاجه ديال المغرب زعما هنا تاع كيبان ليا هادشي اللي كاين هنا كلشي ديال هنا ماشي ديال المغرب. فوالا درنا واحد الدويره في هاد المغازان ودابا غادا نمشيو ونكتشفوا بلاصه اخرى. كلشي عصر السرعه كلشي عندنا بالزربه بالزربه بالزربه. حنا في سامي خوي كيبان ليا ملي فيه لاكو كبير هاد السوبر مارشي فيه لي فخوي والخضره حديت ولا حرج وفيه بزاف ديال المسائل المواد الغذائيه اخرى حتى السمك فيه الفواكه الجافه. المهم ندخلوا نكتشفوا جميع سامي خوي. حنا دايرين لاكو اذا هي كيدخلوا دغيا ما غاديش نتعطلوا بزاف. ها هو سامي خوي بواسونري سامي. وهنا هذا اللي ملاصق معاه هو بوشخي الخير بجوج غدا نطلعوا عليهم ان شاء الله. هنا في الدخله لقينا هادشي دايرين الاثمنه ديالهم كل حاجه كل فاني بحال الثمن ديالها تما. هادشي كيبدا شي شويه كيقدام عندهم وكيديروه هنايا في لي فاني وكيبيعوهم هاشا بحال هاد السله $10 السله. يلا دخل دخل لي. انا غنحاول فيلمي قبل ما يشوفني شي حد يقول لي ما جاي لان طرات لي شحال من مره. شحال هاد الليمون؟ ليمون $29 نص كيلو تقريبا. لا كاليتي ما زويناش مع كل احترامي لفامي خويا. ما غناكلوش هذا. اويلي يلا شتي ليا شي 30 كيلو هذاك ولا ما عرفت شحال ولا كثر. برك عليا من الحامض عيقتي. والله الا ندمتيني هاد المره في الحامض. قال لك اسيدي 9 ليمونات ب$6. سليم فاتونسيون غادي تطيح الشاريو. مطيشه مازال مطيشه مزيان مزيان رخيصه، ولكن هذه يا اما تديها طحنها ولا ديها لوحه. عندك كتبان لي قديمه. اي المهم اللي ما شريت نزه، حنا نتنزو حنايا مع راسنا. الا بانت لينا شي حاجه زوينه ناخذوها، ما بانت لينا حنا نتنزو نمشيو بحالنا. هذا الليمون هذاك اللي من الداخل اللي كنقولوا فيه الدم، فاش كنا صغار عقلتي كنقولوا فيه الدم. الليمون هذه كتبان زوينه، هاد الطوماط بلوز او موان سي لو ميم بري. اي طوماط، شي طوماط كيدير اللون ديالها. شوف نايس 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 نايس. حنا مازال كندورو، عرفتي شحال كبير هاد سامي فوي. العنب هذا كبير غليظ، هذا العنب بدولار 79. ما تقيس، عرفت ما تقيس حتى حاجه سيل تو بليس وليد سالم. منا تكونوا كتساراو معايا وكتشوفوا. لا هذاك باسل، هذا كبير وغليظ بلا ما تشريه، كيكونش لذيذ كنقلب على الشيبه، بانت لي غير النعناع، الشيبه ما كايناش نعناع، 3 بدولار ونص يعني مزيانه بزاف. الناس اللي ما عندهمش النعناع رخيص هنايا النعناع، هنا هذا ب 79 سنت مزيان 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 مزيان. خديت البروكلي دابا قبطه بدولار ونص يعني حتى هي مزيانه. المهم انا غنبقى نقلب على الشيبه، ما لقيتهاش غنسول شي حد، ضروري نسول شي حد. ناخذ اللوبيا، تاخذ اللوبيا، اللوبيا دولار 29. شوف الا كان هو هذاك 10 دولار الليبل سا فو دير دي سي سا. مي ذاتس جود، جاني زوين، جاني والله الا جاني زوين. هذا اموند غريي، واو والله الا في الحقيقه كون صحاب كون شريتو كغيي من حل راسي. ها هو 13 دولار كيلو مزيان، هذا تا هو 13 دولار 18. والله الا بخير، ما عندناش الحق نذوقو واقيلا. هادي غتاخذوا من المملحات، خذ اخويا المملحات، خذ اخويا المملحات. 13 دولار لو كيلو، حنا عندنا مينيموم عندنا 16 دولار كيلو لو كيلو، يعني بوكو موان شير. كاجو ب 15 دولار الكيلو مزيان بزاف. اغاشي غريي نو سالي، جو بونس غناخذ من هذا. غادي واو مجيد، اخذنا 5 دولار الكيلو، اخذنا هذا سي بيان، اخذنا هذا والله الا سي بيان، ذاتس جود. الزريعه عطينا مول الزريعه، واحد جدريال ديال الزريعه زيدي قال لك بركه. زيدي ويلي ب 4 دولار الكيلو، عمري ساشي. هذه حتى هي زيدي هدايا، وديري حتى هذا الكاوكاو تا هو رخيص، غير ديريه. هذا حماص هذا 17 دولار، لا ما غاليش والله ما غالي، 17 دولار لو كيلو. هذه زريعه ديال القرعه 10 دولار الكيلو. نايس. لا سليمه توش با سيل بلاي، هذه ما مالحاش، وحده مالحه وحده لا. هذا مجيد 8 دولار الكيلو، ناخذ من هذه. ما عرفتش التمر، واش عندهم تمر؟ هنا كاين الحوت، ها هو هنا كونجلي وهنا فري. البلاصه هذه نجي نشوفوا هاد الحوت لي فري. سلام هدايا، كيشاهي في الحقيقه ياك هدايا، كيشاهي. اوه رايه 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 ياجيك، لعني 5 دولار ليبل. حنا ان شاء الله نمشي للشينوا وغنتقدى، ماشي للبلاد، المتجر ديال الشينوا، ونتقدى من تما الحوت ونوريكم الاثمنه تما بشحال. انا كاع بغيت عارفه. ميرسي بوكو. ماشي لا فينا الموف فينا غير هاد الكرافه. Oh my, every time it's like, it's another crab, it's another crab, it's another crab. احنا خدنا عرفتي علاش انا زعمت عليه حيت مقطع، الاخر ما كيكونش مقطع كيكون طين وخصك تقطعو نتايا، هذا سي بلو فاسيل انك تحطو في الماء طين. I can't believe I can't believe it. غير تبنن هذا غير تسحبيه شهية، صافي تسحبيه شهية والسلام عليكم. هنا بوشري الخير، هذا بوشري الخير. عنده الحلويات. واو كل شيء. انا الحقيقه هنا دايرين 100 غرام، انا بغيت نشوف الكيلو، نشوف الكيلو الحقيقه زوين كيبان الحلويات زوينه، شبكيه غليظه وانا ما عنديش مع شبكيه غليظه. بون هو هذا بوشري الخير، ضروري ناخذ من عنده شي حاجه ديال المغاربه. الحره الحره زيت العود ولا زيت الزيتون الحره فوالا. واخا حبيبه ميرسي. هنا كاينين واخا اختي شكرا. هنا كاين كيف ما كتشوفوا المأكولات كلها مغربيه في هذا بوشري الخير، كل شيء مأكولات مغربيه وزوينه ما شاء الله. دابا حنايا غنتغداو عند بوشري الخير، خديت لا بلوبار دي سالاد وغناخذ هاد الطبيسيل الشهاني ديال اللوبيا. وكاينين حتى المرقه، كاينين المرقه كاين كل شيء. لي بري ريزونابل كيف ما كتشوفوا لي بري ريزونابل كلهم. الزيتون ما غناخذوش لان غدا غنديرو ان شاء الله الا بقينا بالحياه. وي كاين الزيتون اش قلت لي بناخذ الحامض عاوتاني بعد مني انت الحامض ديالك مرحبا ليدي. شكرا حبيبي، عطيني واحد عطيني باستيه وعطيني طبسيل ديال اللوبيا. شكرا حبيبه. الماكله ديالنا الماكله ديالنا الدراري راه ما غياكلوش من هادشي، غنمشيو نشريو لهم ماكدونالد. هادشي راه انا وراجلي وفين غناكلوه الله اعلم. غنمشيو نقلبوا على شي بلايصه نجلسوا فيها ناكلو. والهي كيبان ليا مطيبين دجاج على حقو طريقو وداكشي لذيذ. اللوبيا عطاتيني اللوبيا. بغيت نسولك شحال كيلو ديال الشباكيه الله يعطيك حيت كاين تما 22. واخا حبيبه ميرسي. وانتي اللي مطيبه هادشي برافو عليك برافو عليك وحق الله شكرا بزاف. لا ولكن كيبان داكشي نقي ولذيذ، كي انا ما عمرني ما كلت لا بروميير فوا باقا ما ذقتش، ولكن كيبان لذيذ ومشحر والدجاج الهي كيبان لذيذ. اذا هذا مكان هاشي قلت لكم راه شاده معايا الضب، هاد السيده هادي شاده معايا الضب، هذه المره الثانيه ديال راجلي ديما معاه في الطوموبيل ديما. جو سوي جالوز ديال. اذا احبابي هذا مكان وصافي الله يهديك غادي نخليكم هنا وكنتمنى الجوله ديال اليوم في مونريال تكون عجباتكم، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون شيق ومتنوع وعجبكم وفيه بزاف ديال المفاجآت، وكنتمنى تكونوا استمتعتوا بهاد الجولات اللي عملنا جميعا في هاد المتاجر الجديده. بالنسبه لي انا اكثريه ديال المتاجر ديال اليوم جديده عليا وصافي ما بقى ما يتقال. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لايك 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 وبارطاجيو بارطاجيو 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 وسبسكرايب سبسكرايب سبسكرايب. ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو قادم. احبكم في الله. جيهان من كندا تحييكم، لا من مونريال كندا تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.